معلومات عن كندا لازم تعرفها قبل ما تسافر إليها. خليكم معاي حتى أخبركم عن المعلومات كاملة قبل ما تسافر إلى كندا. طبعاً تعد اللغة الفرنسية هي اللغة الثانية المستخدمة بين السكان في كندا، والإنجليزية هي اللغة الرسمية اللي بتستخدم في كندا. طبعاً بصل عدد سكان كندا حالياً مثل ما بتشوف الفيديو 35 مليون نسمة. أغلب السكان من الأصول أوروبية، أما الباقي هم طبعاً من آسيا ودول أخرى استقروا في كندا من أجل العمل ومن أجل الدراسة. بالنسبة لجغرافياً كندا، طبعاً كندا بتوقع بقارة أمريكا الشمالية، تتكون من 10 مقاطعات وثلاث أقاليم. تشترك حدود كندا طبعاً مع الولايات المتحدة من الجنوب والشمال الغربي، وهي أطول حدود في العالم. كل الحدود بتيجي على طريق كندا وأمريكا، تمتد من المحيط. تخيلوا من وين تمتد، من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ. وطبعاً أعطيكم معلومات كمان عن المناخ في كندا. بيعتبر مناخ كندا بشكل عام شديد البرودة بالشتاء، ودائماً أغلب المناطق فيها ثلوج كثيفة متواصلة طيلة 4 أشهر. يعني 4 أشهر أنت بتشوف دائماً كندا فيها شتاء وثلوج، يعني تبلغ درجات حرارة متوسط -18، يعني 18 تحت الصفر أغلب مناطق كندا. فصل الصيف هي معتدل الحرارة، بتبلغ درجة حرارة من 20 إلى 30 حسب المنطقة والمقاطعة. طبعاً حسب المنطقة والمقاطعة توصل من 20 إلى 30. مثل مثلاً خلينا نحكي ألبرتا بكالجاري بتوصل 35 -40 -، ولكن في فانكوفر بتلاقي في بريتش كولومبيا الطقس بيكون معتدل وجميل. فبتختلف المنطقة منطقة بحكم إنه كندا جداً مساحتها كبيرة وواسعة. طبعاً بالنسبة للتركيب السكانية، كندا بقدر السكان الأصليين حوالي 600,000 نسمة، اللي هم هدول السكان الأصليين أو اللي يسموهم كانوا الهنود الحمر. طبعاً بتركز معظمهم في المناطق الجنوبية عند حدود أمريكا، خلينا نحكي. أما بالنسبة للجالية الكبرى، هنبلش من البريطانيين. البريطانيين بشكل 35% من عدد سكان كندا. طبعاً بيجي معهم الفرنسيين ما يقارب 30%. يعني أولاً بريطانيا 35% نسبة سكانهم، بعدين بيجوا الفرنسيين ما يقارب 30%، بعد هيك بيجوا الألمان، إيطاليين، الصينيين. أما بقية المهاجرين فهم خليط، يعني من أفريقيا وآسيا أوروبا اللاتينية والدول العربية اللي هو نحن. ونيجي طبعاً لنقطة كثير مهمة، وهي العادات والتقاليد للشعب الكندي، وهل الشعب الكندي طبيعته لطيفين أو لا. طبعاً عشان أعطيكم معلومة، الشعب الكندي من ألطف شعوب العالم، شعب ودود متسامح ومنفتح العقل، بتعامل بكل حب ومودة صراحة، وهاي عن تجربة شخصية لأني أنا عايش في كندا. فكل شيء بحبه، كمان بحبوا الناس اللي بتيجي من مناطق تانية، ودائما عندهم الحقوق والمساواة لكل الناس. يعني ما بيفكروا انه انت جاي مهاجر او لاجئ انه انت بتختلف عنهم، مجرد ما وصلت هون انت واحد منهم. يعني الكنديين جدا نظاميين، وبحب النظام بشكل مش طبيعي، بحبوا كثير. دائما بتلاحظ الشوارع نظيفة، سيارات مرتبة، حركة المرور، كل شيء. شعب منظم ولطيف، وبحبوا كثير الرياضة والموسيقى وحتى الأكل. وأغلب المناطق اللي يعني اللي موجودين فيها، يعني أغلبهم كمان بحبوا شرب الكحوليات. أما الديانة اللي في كندا، طبعاً ديانة في كندا عشان تكونوا عارفين، حرية الديانات في كندا بشكل مش طبيعي. طبعاً ممنوع حدا يحكي في الديانات، وممنوع حدا يتحدى على أي ديانة أخرى، تتعرض لمسارة قانونية وللمحاكم. فعشان هيك هون حرية الأديان وكل الأشياء، يهود، مسيحيين، إسلام، كل شيء موجود، مناطق للعبادة لكل الناس فاتحينها. فهذا كمان الحلو في كندا بانفتاحهم. طبعاً الأكثر شيء هو طبعاً الديانة المسيحية في كندا تبلغ 77%، بينما تحتل المرتبة الديانة الإسلامية المرتبة الثانية بعد المسيحية 2.5%، ثم يليها اليهودية والهندوسية، وبعدين في ديانة السيخية. وتمنح الحكومة الكندية التراخيص اللازمة لبناء المباني والمعابد والمراكز لممارسة الطقوس الدينية. كما أن هناك ما يمثل 16% من سكان كندا لا ينتمون إلى أي ديانة. يعني في ناس 16% ما عندهم ديانة في كندا.
وكندا بتحترم أي شيء، بتحترم كل واحد حرية اللي عنده، لكم دينكم ولي دينكم. طبعا الآن العملة الوطنية لكندا، طبعا العملة الكندية هي الدولار الكندي، دولار كندي بيساوي 100 سنت، وورق الموجودين أكثر شيوعين في كندا اللي هي 5, 10, 20, 50, و100 دولار، هذول الموجودين. أما العملات المعدنية بتكون هي سنت البيني بسموه، أو الفايف سنت نيكل، أو العشرة سنت الدايم، أو الخمسة وعشرين سنت كوارتر بيحكوا عنه، دولار واحد لوني، دولارين توني. فهذول هم العملات الرسمية في كندا. والآن المعلومات المهمة طبعاً اللي الناس كثير بيسألوني عنها، وهي موضوع السكن في كندا. طبعاً السكن في كندا هو مقسوم إلى قسمين. أول قسم اللي هو الطلاب الجامعيين. السكن الجامعي في جوا الجامعة بوفر على الطالب مصاريف عدة، منها إنه بسكن داخل الحرم الجامعي، ما بده لا مصاريف سيارة ولا مصاريف تنقل في الباص، كمان إنه بيمتاز في الأمان داخل كندا. أما السكن خارج الجامعة هو متعدد الأنواع والمزايا، الشقق السكنية، البيت المنفصل، التراس هاوس. لكن أنت لازم تعرف حقوقك وواجباتك كمستأجر قبل توقيع العقد مع صاحب العقار أو المكتب المفوض عنه. لذلك يعتبر عقد الإيجار وثيقة رسمية تحمل الطرفان تبعات الإخلاء بأي من بنودها. فهذه الأشياء اللي لازم تعرفها. كمان نحكي لكم المواصلات، أهم شيء المواصلات. طبعا يعني في كندا تتعدد المواصلات من الحافلات والقطار، طبعا في سيارات الأجرة اللي هي التاكسي. حافلات بتكون موجودة تقريبا في كل أنحاء المدينة، وهي من أرخص وسائل النقل الداخلي، ولكن هي مشكلتها في المناطق الباردة وتحمل البرد في المناطق الموجودة في كندا. القطار يعني يعد وسيلة مناسبة لطلاب الجامعة، كمان حسب توفرها في المناطق، مثل الآن المنطقة فيها ما فيها قطارات، ولكن المدن الكبيرة موجود فيها القطارات تقريبا بتوديك على كل أماكن موجودة. طبعا سيارات الأجرة كلنا عارفينها حاليا، تاكسي، وموجود طبعا أوبر موجود في أغلب المناطق اللي موجودة في كندا. فهذه كانت معنا أهم الأشياء اللي ممكن تتعرف عليها في كندا. وأخيرا وليس آخرا، طبعا هذه كانت المعلومات كاملة عن كندا وعن الأشياء، خصوصا الناس اللي بتيجي جديد والناس اللي حابة تتعرف على كندا. هاي المعلومات كانت سطحية، ولكن يوجد معلومات أخرى ممكن تبحث عنها، أو ممكن أنت تكون بدك تعرف عنها. بإمكانك تكتب لي في التعليق أي شيء بدك تسأل عنه، أنا ممكن أجاوبك. ولكن هاي المعلومات كانت مجهز لكم إياها حتى تكون الناس اللي بدها تعرف أي شيء عن كندا، المعلومات المهمة كلها حطيتها بهذا الفيديو حتى تكون واصلتكم المهمة. طبعا في أمان الله والتوفيق للجميع، وبتمنى كل الناس تكون مبسوطة. كندا بلد جميل كتير، وأنوه على هو مشكلتها الوحيدة البرودة، وأكيد في مدن أحسن. وطبعا لا تخلو من السلبيات ولا تخلو من الإيجابيات، فكل بلد فيها سلبيات وفيها إيجابيات. كندا مش جنة، ولكنها تبقى أفضل من دول أخرى، وتبقى يعني بلد للمستقبل، خصوصا للي عنده عائلة وأطفال. أهم شيء أنك تكون سعيد ومبسوط في المكان اللي أنت فيه. إذا مبسوط وسعيد في المكان اللي أنت فيه، لا أنصحك أنك تروح على أي مكان آخر. ولكن إذا أنت مش مبسوط مش سعيد، دائما حاول تلاقي الأحسن، ودائما سافر، ولا تخلي حياتك يعني ما إلها معنى. دائما خلي حياتك إلها معنى، ودائما حط في بالك أنك تسوي أشياء اللي بتحلم فيها. وعلى مثال اللي قاله المؤلف في كتاب سبع نصائح للثروة والصحة جيم رون، بحكي لك مش مهم كم سنة راح تعيش، المهم كيف راح تعيش السنوات اللي عشتها في حياتك. فأتمنى لكم أيام سعيدة. شكرا لكم حبايبي، وشكرا لكل الناس اللي عم بتضيفني. بتمنى كل الناس بتشوف فيديوهات عجبهم الفيديو يتابعوني على القناة. بتمنى لكم أيام سعيدة، شكرا لكم لأنكم حضرتوا الفيديو للآخر. بتمنى لكم أيام سعيدة، زيكم حبايبي، مع السلامة وفي أمان الله.